وأخيرا ذاب الثلج وبان المرج، ويبدو أننا في الطريق لعقد صفقة شاملة يمرر بها التصويت على قانون المحكمة العليا المعدل مع تمرير قانون الموازنة. فبعد ليلة طويلة قضاها النواب في محاولة حسم الجدل حول تعديل فقرات القانون الحالي أو التصويت على القانون الجديد، رفعت رئاسة مجلس النواب جلسة ليلة أمس إلى يوم غد الخميس من دون أن تستكمل التصويت على تعديل القانون. ثم ما أن حل الصباح حتى طالعتنا بعض وكالات الأنباء بوجود مقترح سياسي يقضي بالتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة بسلة واحدة، على أن تقدم الكتل السياسية تنازلاتها مقابل التصويت على القانونين بجلسة يوم غد الخميس. الخبر يفيد أيضاً أن الكتل الشيعية ليس لديها أي اعتراضاً على التصويت على حصة الإقليم بالموازنة مثلما ورد بالنص الحكومي، على أن تتنازل الكتل الكردية على فقرة التصويت بالإجماع في قانون المحكمة الاتحادية، والمقصود هو تمرير المادة 12 الخاصة بآلية التصويت داخل المحكمة إن كانت بأغلبية 2/3 كما يريد الشيعة أو بالإجماع كما يريد الكرد. هي إذن صفقة معقولة تفيد الطرفين المتنازعين، والاقتراح يوحي وكأن العصا التي وضعها النواب الكرد في عجلة قانون المحكمة إنما هي عصا ضغط لإجبار الكتل الشيعية على تمرير الموازنة وفقاً لإرادة الكرد. لكن هذا قد يكون مجرد بالون اختبار أطلقته قوى سياسية لجس نبض خندق معين ومعرفة إن كان مستعداً لإبداء تنازلات مقابل الحصول على بغيته. نقول ذلك اعتماداً على ما راج في كواليس الجدال، إذ إن هناك مزاجاً عاماً يميل إلى تأجيل حسم معركة خبراء الشريعة وطريقة التصويت حتى الانتهاء من الانتخابات. بالمقابل هناك من تحدث عن تجاوز مادة دستورية في إحدى فقرات القانون، وهي المادة 3 التي تفيد إن من حق مجلس القضاء الأعلى ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة. فهذه المادة تنتهك المادة 94 من الدستور والقضية بأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. ووفقاً لهذا أصدرت المحكمة الاتحادية نفسها عام 2019 قرارها المرقم 38 اتحادية 2019، والذي قضى بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية العليا. فكيف تمت العودة للمادة المذكورة مع أن المحكمة ذاتها أبطلتها استناداً للدستور؟ نعم، ذاب الثلج وبان المرج، ويبدو أننا في الطريق لمعرفة مصير قانون المحكمة غداً. فإما صفقة يمرر بها القانون مع قانون الموازنة في سلة واحدة، وإما نؤجل المعركة سنتين ونتفرغ للانتخابات. غداً نعرف الخبر، لا تتعجلوا.